تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة الوزير أن بحث الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة وأكد على ضرورة وأهمية التغلب على أي معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق وشدد الوزير شكري في هذا السياق على ضروره البناء على هذه الهدنه للوصول الى وقف شامل لاطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانيه والاغاثيه بشكل كافي ومستدام لجميع مناطق القطاع. من جانبه اشاد وزير الخارجيه الامريكي بالجهود المصريه في احتواء الازمه والحد من تداعياتها والتعاون الوثيق للوصول الى اتفاق الهدنه المؤقته. والذي اثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الانسانيه والاغاثيه الى قطاع غزه على مدار اليومين السابقين واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالاشاره الى ان الوزيرين اكدا على اهميه استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشان مختلف جوانب الازمه والعمل سويا لاستعاده الاستقرار في المنطقه من خلال الدفع نحو ايجاد حل سياسي مستدام للقضيه الفلسطينيه استنادا الى حل الدولتين ومقررات الشرعيه الدوليه يؤدي الى اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله